ازيكم في فيديو النهارده؟ ان شاء الله هنبدا نشرح الجزء ده، هنشتغل عليه ازاي سريعا كده. انا عايز بس الفيديو ما يزيدش عن 10 دقائق، احاول. تمام، كل اللي عليا ان انا هستخدم امر اسمه ريفولف عشان ارسم نص الشكل ده. تمام، نص الشكل ده يعني انا هرسم الجزء ده وهعمله ريفولف حوالين الاكسس ده بس، مش اكتر ولا اقل. يبقى انا هرسم الاوتر ايدجز دي كلها، ديب 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 كده 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 كده، واطلع سنه كده وانزل كده وامشي كده. هرسم الجزء ده، هو ده الجزء اللي ايه اللي انا ممكن هعمله، وبعد كده هعمل له ريفولف حوالين مين؟ حوالين الاكسس ده. تمام، طيب يلا نبدا عشان ما اطولش عليكم. بعد كده بامر الهول ويزرد هبدا اعمل هول ويزرد هنا زي ما انت شايف بالشكل اللي قدامك ده. طيب يلا يلا بينا، اجي هنا كده. طبعا ده الشكل بعد ما يخلص ان شاء الله، يعني اختار بارت كل انا هختاره رايت بلان اند نورمال تو اند سكتش. تمام، طيب هتعمل ايه؟ اختار امر السنتر لاين، خليها ميد بوينت لاين، طوله كده شويه. تمام، بعد كده هختار امر نيو لاين، هبدا اعمل لاين كده اي لاين، هدي ريليشن بالبوينت دي والبوينت دي واخليهم هوريزونتال. بعد كده اروح تاني الرسمه، هحدد بس الايه الطول بتاع الرسمه كله كام، هو عباره عن 44 زائد 30. تمام، 44 زائد ايه؟ زائد 30 يعني 74، ده كده طول الايه؟ الطول كله، يبقى بسمارت دايمنشن الطول كله 74. طيب بعد كده هرجع تاني للرسمة بتاعتي، هحدد الطول ده كام؟ أو المسافة دي كام؟ المسافة دي عبارة عن الإنر، شايف الإنر دي؟ الإنر ديامتر، الإنر ديامتر ده حوالي كام؟ 50، لما تقسمه على الاتنين هيديك كام؟ هيديك 25، يبقى أنا هاجي من هنا كده اللاين ده واخليها كام؟ 25 اند اوكي. بعد كده ارجع تاني الرسمه بتاعتي، ادي الرسمه. طيب دلوقتي انا عملت الجزء اللي هو الداخلي اللي هو 25، دلوقتي انا همشي مسافه من هنا وانزل كده، عايز اعرف المسافه اللي انا همشيها من هنا دي قد ايه؟ خلاص؟ المسافه اللي انت هتمشيها من هنا دي قد ايه؟ هقول لك دلوقتي. كل اللي انت هتعمله هتعرف بس الجزء ده كام؟ 96. الجزء الداخلي كام؟ 50، اللي هو يمثل الديامتر اللي هو 50. هيطلع معاك قيمه، القيمه دي تقسمها على الاثنين، تديك الجزء ده تديك الجزء ده. تمام، يبقى انا هقول كده 96 هطرحها من ال 50 تديني قيمه اللي هي 46، 46 قسمناها على الاثنين هتديك كام؟ 23. فانا هاجي من هنا كده هاخد امر نيو لاين وامشي من هنا لهنا كده، هات الدايمنشن ده كده بالسمارت دايمنشن هتخلي ده حوالي 23 اند سيلكت اوكي. طيب نرجع تاني للرسمه بتاعتنا، دلوقتي انا عايز انزل المسافه دي، يعني شايف المسافه دي؟ امسح بقى كده، تعالى كده نمسح. دلوقتي عايز اعرف المسافه دي كام من هنا لهنا، مكتوبه اهي 30، يبقى انا هاجي من هنا كده بامر نيو لاين هنزل من هنا لهنا مسافه، المسافه دي هتكون اراوند 30 ملم اند اوكي. هرجع تاني الرسمه بتاعتي، بعد ما نزلت المسافه ال 30 عايز اعرف دلوقتي انا هنمسح همشي الحته دي كلها قد ايه؟ اصبر بقى، هتشوف الطول ده كله كام؟ ماشي، هتطرح منه الجزء ده، ماشي، اللي يطلع قسمه على الاثنين هيديك المسافة دي. طب الطول ده كله كام؟ الطول ده كله 208، هيطرح منه 96، يبقى هقول كده 208 هطرح منه 96 هتديك كام؟ فيها 112، ال 112 دي سعادتك تقسمها ايه؟ تقسمها لي على الاثنين تديك كام؟ 56، يبقى المسافة دي 56، يبقى انا قلت 208 208 تاني 208 ناقص 96 يطلع لك 112، 112 لما اقسمها على الاثنين فيها 56، يبقى المسافه دي اللي انا همشيها هي 56. يبقى انا هاخد امر لاين همشي من هنا لهنا مسافه، المسافه دي هتكون اراوند 56 اند اوكي. طيب بعد كده هرجع تاني الرسمه بتاعتي، هبدا بقى انا عايز اعرف المسافه دي كام، المسافه دي معلومه 44، وامشي حته كده واطلع تاني كده وامشي كده، يبقى هاجي بامر نيو لاين همشي من هنا كده مسافه، هاجي كده تمام وامشي كده واجي كده. طيب ليه؟ لاني مش محتاج ان انا مش كل شويه هو بامر واحد وريفولف، مش كل شويه اقعد اعمل كذا امر، مش محتاج ان انا اعمل اكسترود تاني. المسافه من هنا هي طبعا الحته دي هي نفس الحته دي، يعني هتبدا تقطع من اول هنا وتكملها للاخر، ارتفاعها هيبقى 5. يبقى انا هاجي بامر سمارت دايمنشن حدد ارتفاعها هيبقى 5، واخد امر الترم واقوم ايه مترم للجزء ده اوكي، خلاص الشكل بتاعه. ممكن تدي سمارت دايمنشن
هنا لهنا مثلا، ولا يبقى اوفر ديفاين؟ لا تمام 23. طيب الجزء ده قلنا 23. طيب هتاخد بقى امر الفلت وهتخليه اراوند 5 مثلا، وهنا هتلغي اللاين ده، تختار الجزء ده، تختار الجزء ده، تضغط اوكي. بعد كده هتروح من فيتشرز هتختار الريفولف، بعد كده تدوس اوكي. تمام. بعد كده هتيجي على الفيس دي نورمال 2 اند سكتش. كل عليك هتعمل سنتر لاين من ميد بوينت لاين، هنعمل سنتر لاين افقي كده، سنتر لاين راسي وسنتر لاين افقي ميد بوينت لاين الشكل ده. هتخلي ده كده اديله ريليشن ويبقى ايه هوريزونتال اند سيلكت اوكي. دلوقتي هتاخد امر السيركل، هتعمل سيركل عادي جدا كده من الاوريجن. السيركل دي هتكون كدايمنشن حوالي 196 او 100، تعال نشوف الدايمنشن كام. 196. امسح كده الاول ده كده. تمام 162 162، اللي هو الحته دي. طيب انا عرفتها منين؟ بص يا سيدي، المسافه من السنتر ده للسنتر ده اللي هي تمثل القطر ده، لو عملت لها اسقاط هتلاقيها بتديك القطر، فهتبقى عباره عن 162 162 اند اوكي. هتدوس عليها تاني وهتخليها فور كونستراكشن اند اوكي. احتياطيا خد امر البوينت وزر كل بوينت هنا عشان دي اللي هنعمل عليها الهول ويزرد بتاعتنا اند اوكي. من فيتشرز هنختار طبعا اعمل اند سكتش، اختار الهول ويزرد. النوع اللي انا هختاره هو الليجاسي هول. التايب ذات نفسه هيبقى كوانتر بورد. كوانتر بورد بص هنا بتتحكم بقى في كل حاجه. الجزء اللي تحت دوت هيكون 16، اللي هو السي بور ديامتر هيكون 16. تعال ارجع الرسمة، امسح الجزء اللي هو تحت ده هيكون 16، وقال ان انت عندك 4 هولز ايكوال سبيسنج يعني على مسافات متساويه. اول واحد هيبقى قطره 16 وده 16 وده 16، هو الجزء اللي تحت ده. والحته دي طبعا هو مش مداري في الرسمه، فانا مش عارف ده خطا مطبعي ولا اكيد بقى في الامتحان وداله من بعد. بس الاول احنا خلينا في وضع مثلا 28 وات ايفر، يعني الجزء ده هيبقى 20. فانا الجزء ده هيخليه بدل ما هو 12 هيكون معايا 20. يعني اضغط على الحته دي، طبعا كل حاجه موجوده عندك في الرسمه اللي فوق دي، خلي دي كده 20. السي بور ديامتر اللي هو الجزء ده هيبقى 16، لا اللي دوت هيبقى 28 مثلا. الجزء ال 30 دوت اللي هو الديامتر ده هتخليه مثلا ده اللي هيبقى 16، وهتخليها بلايند والدبس ماشي 200. البوزيشن اختار الفيس، اختار البوينت دي البوينت دي البوينت دي، بسم الله، والبوينت دي، وادوس صح. تمام ادي يا سيدي الهول ويزرد بتاعنا. الحته دي زي ما هو قايل، الحته دي طولها 12، الجزء اللي تحت اهوت. بس رسمه سهله. خد بالك بقى في الحته اللي هي لسه بتاعت الكي واي، اللي هي الجزء ده. الجزء ده بيقول لك ان هو عرض 14 في ارتفاع ايه؟ ارتفاعه 5. تعالى اوريك دلوقتي ده انا اقصده، يعني الحته ديت الحته دي كام؟ 14. الحته دي 5. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ كل هاجي اجي على الفيس ديت نورمال 2 اند سكتش، هاخد امر نيو لاين عادي جدا وهعمل لاين بالعرض كده. تمام اللاين ده هنصير له بس المنتصف او الميد بوينت بتاعته عشان ادي ريليشن ما بين الميد بوينت والاوريجن، وهيكونوا الاثنين فيرتيكال لبعض. العرض قلنا كام؟ عرضها كله قلنا حوالي 14. هاخد امر نيو لاين طبعا الاول، طبعا خد بوينت مثلا وحط لي بوينتين، خلي البوينت دي مع الارك ده هيكونوا كونسنت لبعض اند اوكي. كل اللي عليك دلوقتي هتدي ارتفاع بسمارت دايمنشن من الاوريجن او من البوينت ميد بوينت للحته دي، وهتخليها 5 زي ما هو قايل في الرسم. هتاخد امر نيو لاين، هتعمل تقفل بقى الشكل بتاعك عشان تقدر تعمل اكسترود اند اوكي. هاجي من فيتشرز اختار اكسترودد، ممكن نشد السهم ده لتحت مفيش مشكله. اوكي كده احنا عملنا الجزء بتاع الكي واي، وبكده نكون خلصنا الرسمه بتاعتنا. اجي على السكتش ده اعمل له هايد. انا خلصت رسمه في كام امر يا شباب؟ 3 اوامر بس. اول امر الريفولف،
تاني امر هو الويزر، تالت امر هو ارتقاء اكسترود. بس الرسمه ما خدتش مني وقت 10 دقايق عندك اول فيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك، انتظركم فيديو جديد. كان معكم عمر محمد، اتمنى تكونوا في الدرجات كام بالعربي.